أعتقد إحنا أعلننا سابقاً بأن التقييم في مملكة البحرين، نعم طبعاً عدد الإصابات كان جزء من التقييم يعني المسبق، ولكن التقييم يعتمد ليس على عدد الإصابات، التقييم يعتمد على الحاجة لهذه الإصابات إلى دخول المستشفيات، والحاجة كذلك إلى العناية القصوى لا سمح الله. فإحنا في التقييم اليوم لما نقيم نفسنا، والله الأعداد ما تتجاوز خلينا نقول 10-11 في العناية القصوى، ما تتجاوز المستشفيات 100 حالة، تقييمنا ما بيكون حتى على الإشارة الصفراء، مو بس مو بالعكس، إحنا كأننا على المستوى الأخضر بالنسبة حق تقييم الحالات اللي تحتاج المستشفيات أو تحتاج العلاج في المستشفيات، وهذه الأهم بالنسبة لتقييمنا. فإذا الإصابات اليوم نشوفها فعلا تزيد، 3000 وصلنا إلى 4000 إصابة، ولكن الحمد لله ما في حاجة لدخول المستشفيات مع كثرة هذه الإصابات. وهذه مثل ما أشار الدكتور مناف يعني قبل قليل بالنسبة للمناعة المكتسبة خلينا نقول في المجتمع، أو أن هل التطعيم أدى دوره، وهذه الحمد لله رب العالمين أن التطعيمات اللي أخذت والجرعات التدابير الاحترازية السابقة في مملكة البحرين الحمد لله أدت دورها، لأن المهم جدا أنه ما يتعرض الشخص للمرض ومضاعفات المرض من بعد كذلك. وهذا الحمد لله لليوم إحنا عندنا إصابات بكثرة، ما بيمنع يمكن الانتشار أو العدد عامة أنه هو يزيد، ولكن ليس في التقييم أن هذا المرض اللي إحنا نخاف منه، لأن الحمد لله المناعة اللي موجودة أو التطعيم اللي كان حتى وجد من السابق والناس وأخذها والتزام وعي الناس بالتدابير الموجودة هي فعلا اللي خلته ما يحتاجون إلى دخول المستشفيات أو الحاج للعناية القصوى، وهذه الأهم في التقييم. فإذا هل إحنا لازم نرتفع إلى الأحمر؟ اليوم تقييمنا صرنا على الأصفر احترازيا مثل ما ذكرنا، وليس حتى عامة واقعين بالنسبة لي للتقييم احترازا، وإحنا عندنا مكتسبات الحمد لله رب العالمين اكتسبناها ونبي نواصل عليها، فلذلك مددنا إلى الأصفر الفترة القادمة، ولكن كتقييمنا لا أبدا ما يرتفع إلى هذا المستوى.